نعود إلى ما كنا نتذاكر حوله من قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ذكرنا ما يسر الله جل وعلا حول العهد، ونستأنف الكلام حول ما يتبعه من معان في قول الله جل وعلا: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. نتحدث عن ظاهر المعنى أولا، ثم ندلف بعد ذلك إلى مقاصد الخطاب القرآني. ولا تكونوا أول كافر به، واضح جدا أن الضمير الهاء يعود على ما أنزل الله جل وعلا من الكتاب وهو القرآن العظيم. وآمنوا بما أنزلت وهو القرآن مصدقا، أي أنزله الله جل وعلا مصدقا لما معهم، لما معكم يعني لما معهم من التوراة والإنجيل. ولا تكونوا أول كافر به، ليس من الناحية الزمانية، ماشي يعني أنتم الأولين كفرتوا به بالترتيب، لا، وإنما من الناحية الزمانية التاريخية، أول من كفر بالقرآن ليس أهل الكتاب وإنما قريش وهم أهل أوثان قوم محمد عليه الصلاة والسلام. إنما كفر أهل الكتاب أشد، والأولية هنا بمعنى الخطورة وحجم الكفر، حجم الكفر عند أهل الكتاب كان أشد، وكفرهم كان أظلم من الظلم، كان أظلم، لأن قريشا أمة أمية جاهلة لا قبل لها بكتاب، ما كانش عندهم هما توراة ديالهم ولا إنجيل ولا قرآن، أمة كانت تعيش في ظلمات الجاهلية. أما هؤلاء من اليهود خاصة والنصارى أيضا فهم أهل كتاب، عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، وكلاهما التوراة والإنجيل كلاهما يبشر برسول هو أحمد أو محمد عليه الصلاة والسلام، فعلاماته عليه الصلاة والسلام والبشرى به كانت واردة في آيات التوراة وفي آيات الإنجيل، ولذلك كان كفرهم أشد وألحد، لأن الإلحاد هو دفن الشيء، منه اللحد، عرفوا الحقيقة وشافوها بعينهم فأنكروها إنكارا، فإذا كان فعلهم أشد، ولذلك قال: ولا تكونوا أول كافر به، وخاطبهم بهذا الكتاب القرآن العظيم. وآمنوا بما أنزلت، وفيه دلائل عجيبة في هذه العبارات، فهو إنزال وتنزيل من الله جل وعلا، وإسناد الفعل فيه لرب الكون. وآمنوا بما أنزلت، فهو جل وعلا أنزله، وفي ذلك من تشريف والتعظيم لهذا الذي بين أيدي المسلمين اليوم. ولا ينبغي أن نفهم بأن هذا الخطاب كان قاصرا على بني إسرائيل ولا تتعدى مقاصده إلى هذه الأمة، وهنا نتحدث عن شيء من بصائر الآية ومقاصدها. حينما نسمع من الله جل وعلا أن القرآن هذا الذي نتلوه نحن المسلمين ونحتضنه ونحتفظ به ونبني عليه حياتنا، بل صفتنا باعتبارنا مسلمين إنما هي من هذا الكتاب، هو إذن تنزيل أنزله رب العالمين، هو كلام الحق جل وعلا، فمطلوب منا إذن أن نؤمن به. وآمنوا بما أنزلت، هذا عهدنا أيضا، لأن سبق الكلام حول العهد أنه ينطلق من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العهد تجديد الإيمان بكتاب رب العالمين الذي هو متن الرسالة ومضمونها. رسالة الإسلام المضمون الأساسي ديالها كاين في القرآن العظيم، المبادئ الكبرى للدين، أصول الخطاب الإلهي وتفاصيله بالكلام وبالبيان، كل ذلك في القرآن. وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام
منفذا ومطبقا للقرآن بسنته، فكان خير دليل وكان خير نموذج تشخص فيه القرآن سيرة بين الناس، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. مطلوب منا أن نسأل أنفسنا، أنؤمن حقا بهذا الكتاب؟ لأنه مفتاح الخير كله. والظلمات التي كانت على بني إسرائيل وعلى من قبلهم ومن بعدهم من أهل الشرك والزيغ والضلال، مشكلتهم الشك في القرآن إلى يوم الناس هذا. وإحنا أيضا المسلمين أقصد في حاجة لجديد العهد مع القرآن. إذا عندك يقين وإيمان بأن هذا القرآن كلام الله جل وعلا الذي أنزله سبحانه وتعالى على عبده محمد عليه الصلاة والسلام رسالة للناس، كل الناس، فأنت وأنا كل واحد مخاطب بكلمات هذا القرآن، يصبح الأمر والنهي أوامر القرآن ونواهي القرآن هي أوامر من رب العالمين، هي كذلك. ولكن إلى أي حد أنت تشعر بذلك؟ الأمر بالصلاة أو بالصيام أو بالإيمان أو بأي شيء من أمور العقائد والعبادات، والنهي عن الفحشاء وعن المنكرات وعن كبائر الذنوب وصغائرها، النهي وارد ممن؟ هذا محتاج لإعادة وتجديد إيماني في قلوبنا، لأن الإنسان لا يقدم على الفاحشة من المنكرات ولا يستهين بالواجبات إلا وقد ضعف في قلبه الإحساس بأن الآمر هو الله وبأن الناهي هو الله جل وعلا. شيء عجيب جدا حينما يشعر الإنسان أنه مأمور بالصلاة، ماشي العادات اللي كتأمرك بالصلاة ولا الناس أصحابك من أهل الصلاح هما اللي كيأمرك بالصلاة، أو أبوك أو جدك أو زوجك أو زوجاتك أو وليس الناس ولا المجتمع ولا هؤلاء جميعا هم الذين ينهونك عن الزنا وعن الفحشاء وعن السرقة وعن الخمر، إنما الأمر والنهي لله الواحد القهار. فلما الإنسان كيبدأ يسمع النصيحة ويتخيل، لأن حتى الشيطان لعن الله كيضيق على النفس النصيحة ويخليها مسدودة في شخص، ولذلك الإنسان تأخذه العزة بالإثم والعياذ بالله، كيتكبر لأنه كيبدأ يوهم إبليس بأنه هذا الأمر النهي وهذا النصيحة غير هذا اللي كيقول لك هذا الكلام، هذا اللي كيأمرك بالصلاة، وهذا اللي كينهاك على الزنا وكينهاك على السرقة أو الغش أو أن تنقطع عن الخمر، شكون هذا؟ أشي سوى هذا؟ ولنفرض أنه كان من الصالحين والأتقياء الورعين، بشر في نهاية المطاف. ولذلك شدد الله جل وعلا على المستكبرين، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، نسأل الله العافية، فحسبه جهنم نعوذ بالله منها ومن مآلها ومصيرها. اتق الله، إنما دور هذا الذي ينصحك البلاغ، وغير كي يبلغك الرسالة وكي يحجز الطريق، تحجن يذكرك بأن الأمر ليس منه بل من الله رب الكون، وبأن النهي كذلك ليس منه بل هو من الله رب الكون جل وعلا. إذا استيقظ هذا المعنى في قلب العبد آنئذ يشعر بأن الأحكام التكليفية ثقيلة جدا، ماشي ثقيلة لأنه صعب يطبقها، كلا، ليس في الشريعة عسير لتوهم بأن الشريعة فيها شي حاجة صعبة، راه لا يعرف الشريعة أو أن الشيطان وهمه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والعلماء أجمعوا على رفع تكليف ما لا يطاق، والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، وإنما الثقيل هو المعنى، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل من جهة المشرع الله جل وعلا، من هذه الجيابة تقيل، لأنها أمانة، لأنها مسؤولية، لأنها حساب. ولذلك هذه الأوامر والنواهي الواردة في كتاب الله عظيمة جدا، ووجب على المؤمن أن يعظمها لعظمة الذي أمر بها جل وعلا. ولكن الله سبحانه وتعالى من حيث التطبيق ومن حيث التنزيل، يعني التنفيذ الاجتماعي والنفسي،
يسرها تيسيرا حتى لا تبقى حجة لأحد على الله، ويقول يا ربي هذا الدين وعر ما قدرش نطبقه، بل هو يسير، بل ربط أحكامه بعلامات أمية كما قال علماء المقاصد، كلام لطيف جدا في هذا المعنى. يعني العلامات اللي ربط بها الله عز وجل الدين علامات أمية، بمعنى يدركها الأمي من حيث هيئة العمل وشكل العمل، ما في شيء صعوبة حتى في الفهم. خلينا من مقاصد التعبد، هذه يتفاوت فيها العلماء. وفي هذا قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم أدرى بمقاصد التعبد، بالغايات والمعاني ديال العبادة، في الأوامر وفي النواهي وفي الأفعال وفي الطرق. ولكن هيئات العمل، الشكل ديال الخدمة، كل شيء البشر مقد فيه. مواقيت الصلوات مواقيت أمية، ولذلك قال أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات: إن هذه الشريعة أمية نزلت في أناس أو في قوم أميين. ماشي معنى الشريعة أمية ما كتقرأ ما كتكتب، لا، شنو المقصود؟ وإنما يفهم عدم القراءة والكتابة في الإنسان، ولكن الشريعة نسبة الأمية إليها أو عدم نسبتها إليها لا يقبلها عقل إذا كانت المسألة بالمعنى اللغوي للكلمة، شنو المقصود؟ ولكن كونها أمية زعما ممكن الإنسان الأمي يطبقها. مواقيت الصلوات ارتبطت بحركة الظل البسيطة، إذا أقبل في الصيام، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. راك في البادية وشي بلاصة ما فيهاش الأذان، بعيد وانت اللي خصك تأذن راسك. شوف جهة المشرق شت الظلام طالع، وشوف جهة المغرب شت الضو هارب شاف، افطر صافي ودن افطر. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وكل حدود الشريعة المتعلقة بالتنفيذ بينة سهلة ممكنة التنفيذ للعالم الأمي بحال بحال في هذا، لكن يتفاوت علم العلماء في مقاصد الخطاب القرآن، هذه حاجة أخرى. ولما كان التنفيذ بهذا اليسر حتى لا تكون حجة لأحد على الله، باش ماشي واحد الوقت يجي واحد يقول له يا ربي هذه الشريعة كيقدوا لها غير العلماء ومن اللي يعرف يطبقوها، أما أنا ما عرفش نطبقها. كلا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، خص غير اللي يجي يتذكر ويجي يطبق وينفذ، لا أقل ولا أكثر. المسألة إذن ليست مسألة ثقل التكاليف، كلا، وإنما المسألة مسألة إيمان بهذه التكاليف. هذا المرض ديالنا في هذا الزمان، وقع للمسلمين اليوم كما وقع لبني إسرائيل في أوقات سابقة، طال بينهم وبين كتابهم الأمد، المياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نتائج بعضها ينتج عن بعض، فسق نتج عن قسوة نتجت عن طول الأمد. شيء عجيب جدا، هجر الناس القرآن واستغنوا عنه مع الأسف بالملاهي، بالملاهي وبالفتن التي ملأت الآذان وفتنت الوجدان وأضلت كثيرا من الخلق. اللي بصر حقائق القرآن واكتشف هذاك الجمال والنور العجيب الذي تنبض به الآيات لا يستطيع أن يحيد عنه قيد أنملة، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نور، والله إنه لنور اللي بصر الحقائق دياله، اقرأه على أنه كلام الله جل وعلا، تبصر أشعته وأنواره في كل آية، بل في كل كلمة، بل في كل حرف، حرف واحد عنده القيمة في القرآن. هذه المرة واحد طالب في العلوم الإسلامية جاء عندي يبغى يناقش معايا القضية ديال الإعجاز ديال القرآن، واش في النظم ولا في العبارة ولا في المعنى، إن علماء البلاغة من زمان اختلفوا، واش هو في اللفظ ولا في النظم، واش في الكلمة، كلمة كلمة القرآن فيها الإعجاز ولا في السبك، يعني في الجمال والتركيب وكذا إلى آخره. كلام ديال عبد القادر الجرزاني صاحب أسرار البلاغة وإعجاز القرآن، رديت عليه أنا بواحد الكلمة، قلت له الإعجاز القرآن كاين في الحرف
يعني بالمعنى التعبدي، لأنه يعني مشالوا البلدية لإعجاز المسلمين في واحد الأوقات تشغلوا بالزواق ديال الكلام بمعاني البلاغة هالبديعة هالبيان، داكشي مزيان ولكن ماشي يشغل على المضامين ويشغل على المقاصد التعبدية للقرآن. وحينما قلت له الحرف أقصد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن لقارئ القرآن بكل حرف حسنة. أنا ما مشيش بالي ديك الساعة الإعجاز بالمعنى الجمالي والبلاغي كلا، ولكن الإعجاز بالمعنى التعبدي، وفعلا بالمعنى التعبدي إعجاز القرآن في كله وفي حرفه. فين كان شي نص ديني كي يتأجر عليه مولاه بالحرف؟ إلا قريت الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكش فيه الأجر بالحرف بالحرف، عندك الأجر كلي وعندك الأجر تطبيقي لما تبدأ تطبق وتنفذ الأحاديث، وما يتخلل ذلك من البركات والحسنات في دراسته وتدريسه وإلى آخره لا ينقطع، ولكن لا يقارن إطلاقا بالأجر الذي يحصله العبد وهو يقرأ القرآن وهو يتدبر القرآن وهو يتدارس القرآن، وأحوال الملائكة فوقه وحوله شيء غريب حقيقة، لأنه لا يقارن كلام الله بكلام خلقه إطلاقا. القرآن العظيم حقيقة كما ثبت في الصحيح حبل الله، حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، وآمنوا بما أنزلت. فعلا والله يا أخي الكريم حينما أقرأ هذه الآية وفي مثل هذه السياق ما كيبقوش يبانوا لي بني إسرائيل بأنهم بوحدهم مخاطبين بهذا الكلام، أنا أيضا. وآمنوا بما أنزلت، كانوا اللي نجدد نفتش غير نقلب العلاقة ديالي مع القرآن كنلقى ماشي هي العلاقة اللي خصها تكون. وآمنوا بما أنزلت، إذن هذا القرآن هذا الكلام حقيقة أنزله الله، هذا كلام تكلم به الله، عيش هذه الحقيقة في نفسك. شيء عجيب، شيء عجيب وغريب. الأمة الإسلامية تملك أعظم كنز في تاريخ الإنسانية، ما كاينش أمة الآن عندها وثيقة تقول هذه الوثيقة هي كلام ربي هذا الكون كله الذي يعيش أجواء القرآن، لا يبصر شيئا إلا منوطا بإرادة الله. هذا الشيء اللي وقع هاد الأيامات ديال داك الصاروخ ديال الأمريكان اللي تشتت فيه دوك السبعة ديال الرواد، شو سبحان الله العقل البشري المادي كي كيفكر كيناقشوا واش ضربوهم ولا تفجروا، حاجة واحدة ما ناقشوهاش، واش ما ضربهمش الله؟ فرق كبير بين شعور الإنسان المادي المرتبط بالأسباب المادية، لا شيء يقع في الكون دق وصغر أو جل وكبر إلا بعلم الله ثم إلا بإذن الله. حتى حاجة ما كتوقع حتى كتكون مسجلة في علم الله الأزلي قبل ما توقع بالأزل، ما عندها تاريخ عند الله تعالى الأزل، ثم تقع في الوقت الذي أراد وتقع بإذنه جل وعلا. المؤمن حينما يبصر بنور القرآن يجد الكون كله مرتبطا بخيوط مشدود، الكون كله الكبيرة والصغيرة الحجرة والشجرة بنادم والشيطان والملاك كل شيء كل شيء مشدود بخيوط إلى إرادة الله الواحد القهار، وذلك اسمه جل وعلا القيوم، مقابل شغله سبحانه وتعالى القيوم. ما أحوجنا نحن المسلمين إلى الإيمان بالقرآن. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، مصدقا لما معكم كذلك كان عن الكتب السابقة وهو كذلك عن حالنا وزماننا. فإذا كفر المسلمون بكتابهم، قلت هذا الكلام كما تنزل أي كما ناسب بني إسرائيل فهو لنا أنسب، لنا أنسب، ما كاينش قصة في القرآن قلتها وأعيدها اللي حكاها الله على أقوام سابقة ولا حظ لنا فيها إطلاقا. كل القصص القرآني لنا حظ فيه، كيف؟ أي أن مثل ما وقع لهم يقع لنا بصورة أو بأخرى، لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم.
ولا تكونوا أول كافر به. هادوا بنو إسرائيل إلى كفروا الله تعالى يحجهم. علاش؟ لأن عندهم الكتاب السابق. فإذا كفر المسلم نفسه كيف يكون آنئذ كفره؟ مشكلة هذه طبعا أكبر من كفر بني إسرائيل. كفر بني إسرائيل أشد ظلما من كفر مشركي العرب، لأن مشركي العرب أميون وبنو إسرائيل أهل كتاب، فكان كتابهم حجة عليهم. فكيف وهذا الكتاب الذي كان حجة عليهم فيه من تحريف كثير، كيف بنا نحن وهذا القرآن بين أيدينا صاف كاف شاف، ما فيه شي نقطة واحدة محرفة. ويضل المؤمن ويتزندق المؤمن ويكفر المؤمن ويرتد المؤمن، هذه أم المصائب فعلا. ولا تكونوا أول كافر به. هذا القرآن حدثنا عن أنفسنا، حدثنا عن تاريخنا الماضي والحاضر والمستقبل وتحدى العالمين. فمن أبصره ثم خرج عنه أو ضل عنه أو فسق عنه أو فجر فتلك هي المصيبة الكبرى والخسارة العظمى، نعوذ بالله منها. هذا بصائر للناس، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، نعوذ بالله من العمى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.